السلام عليكم الاخوان. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على التشكيله المتوقعه ديال المنتخب المغربي كونتر انغولا. اولا شنو هي النقاط اللي استفدنا من الماتش ديال انغولا؟ شنو هي النقاط الايجابيه والنقاط السلبيه اللي خرجنا بها حنا كمتتبعين كمشجعين ديال المنتخب المغربي اولا كمغاربه؟ وشنو هي النقاط اللي خصو يعمل عليها السيد وليد الركراكي ان شاء الله؟ وشنو هي التشكيله المتوقعه باش يدخل في الماتش ديال موريتانيا؟ في البدايه الماتش ديال انغولا خرجنا منه بزاف ديال النقاط الايجابيه وقليل من النقاط السلبيه. الحمد لله كانت النقاط الايجابيه اكثر من هي سلبيه. شنو هي النقاط الايجابيه؟ النقاط الايجابيه هي استفدنا من المهارات وجوده اللاعبين الحمد لله اللي ولاو كيغنيو التشكيله ديال المنتخب المغربي وما اكثرهم، ولكن اللي برز بزاف واللي عجبني انا في التشكيله ديال المنتخب المغربي والمستوى اللي قدم كونتر المباراه ديال انغولا هي اولا ارتاحينا لابراهيم دياز العشرة ديال المنتخب اللي كنا كنعانيو من العشرة، صراحة كانت ضعيفة في المنتخب المغربي. اليوم ولينا كنحسوا أننا عندنا عشرة قادر يجيد الحلول الرطمة بين الخطوط وصانع ألعاب في المستوى ومستوى الرفيع. لما لا هو كيلعب من في أندية من أعتاد الأندية العالمية اللي هو الملكي الميرينغي ريال مدريد. أما بالنسبة الإيجابية أو النقطة الإيجابية الثانية هو الجهة اليسرى اللي ولات نشيطة اللي ولا عندنا جناح أيسر من جودة عالية اللي هو إلياس بن صغير، وزيادة على ذلك هو عنده واحد السن اللي هو صغير، السيد مازال صغير مازال شاب مازال غنستافدوا منه لسنين طويلة. يعني إلياس بن صغير بالمهارات الطريقة باش قدم المباراة كونتر أنغولا صراحة كرتاحوا له من ناحية الجودة. زيد على ذلك أن دار واحد الثنائية مع عطية الله رائعة جدا. عطية الله هذا اللي دائما كنتنيو على المستوى ديالو كل ما لعب المباريات رغم أنه جاي من الدوري المغربي قبل، يعني دابا محترف في روسيا، ولكن فاش كان في الدوري المغربي وشارك مع كاس العالم، يعني فاش مشى لكاس العالم ما كان حتى شي واحد كيتوقع انه غيدير داك المستوى اللي داروا في كاس العالم. اليوم مازال كنشوفوا انه عطيه الله ملي كيدخل طروا لان هذاك هو البوست ديالو، كيدخل مرتاح كيقدم مستوى رائع كيبغي يعطي شي حاجه للمنتخب كيعطي شي حاجه للبلاد لان عارف كيتسنى واحد الجمهور مورا واحد الجمهور كبير وكيبغي حتى هو يكون في المستوى. دائما ما كنشوفوا الهدف اللي جا بالخطا في مرمى انغولا، يعني انغولا هي اللي سجلت البيت على راسها، ولكن بالمضايقه ديال رحيمي راه التمريره جات من عطيه الله. يعني عطيه الله في المستوى والياس بن صغير في المستوى، الجهه اليسرى ولات عندنا نشيطه وهذه استفاده للمنتخب المغربي. العكس اللي كان عندنا غير الجهه اليمنى هي اللي كانت نشيطه وخاصه في كاس العالم وكاس افريقيا الاخيره اللي شد الاقصاء ديال المنتخب المغربي بدور ديال الثمن النهائي. فكانت عندنا ديك الجهه اليمنى اللي فيها زياش وناحي وحكيمي، يعني كانوا ديك المثلث عندنا زوين هو اللي كان كيجي منه مفتاح الحلول، ولكن الحمد لله اليوم دابا كنشوفوا وكنرتاحوا ان الجهتين بجوج غيكونوا خدامين غيكونوا شغالين. هذا من جهه. النقطه الايجابيه الثالثه اللي يمكن نتكلموا عليها هي راس الحربه اللي يمكن يكون التوظيف ديال رحيمي كراس حربه. انا بالنسبه لي هذا رايي الشخصي رايي المتواضع، رحيمي يمكن يتوظف لنا كتسعود احسن بكثير من اننا نشوفوا الكعبي ونشوفوا يوسف النصيري. علاش؟ لان يوسف النصيري كما شفتوا عاقين مع المنتخب الوطني المغربي ما بقاش كيعطي حتى شي جدوى، ما بقاش كيعطينا افاده في المنتخب، وهذا دليل ديال المباريات بزاف التوالى من غير انه اعطانا الحسم في كاس العالم، ولكن ما بقاش دائما نهلو بزاف على كاس العالم لان كيبقى من الماضي. وشفنا في الماتش ديال انغولا رغم اشراك الكعبي اللي عنده مستوى رائع مع اولمبياكوس، يعني كيسجل اهداف غير من كاس افريقيا لهنا تقدر تقول انه سجل 10 ولا اكثر ديال الاهداف مع الفريق ديالو لا في كاس ديال الاتحاد الاوروبي ولا في الدوري اليوناني، ولكن مع المنتخب في الماتش ديال انغولا كان من السلبيات، كان من النقاط السلبيه اللي يمكن نتكلموا فيها على المنتخب الوطني واللي خرج منها من اكبر الخاسرين في المباراه ديال انغولا هو الكعبي. التوظيف ديال رحيمي كنظن تكون نقطه جيده بالنسبه للرقم 9. هذا من جهه. من جهه اخرى هو ان عندنا البدائل قويه بالنسبه للدكه الاحتياط اللي غتكون في المنتخب الوطني المغربي، لان كنتكلموا في الدكه غيكون العزوزي، في الدكه غيكون امين عدلي، في الدكه غيكون سفيان بوفال، غيكون الزازولي، يعني عندك بزاف ديال الاختيارات اللي هي كثيره. يمكن نتكلم حتى على اللاعب ديال فياريال اخو ماش، عندنا ريتشاردسون، عندنا مجموعه من العناصر الحمد لله وخيره الاسماء في المنتخب الوطني المغربي. دابا بقى لنا غير كيفاش نوظفوها الرسم التكتيكي داخل الملعب. يعني المدرب عندنا صراحه يفتقر للافكار للرسم التكتيكي لتحضير المباريات، مدرب يمكن ما كيليقش بالجوده ديال هاد اللاعبين اللي عندنا متوفرين الان. كنتمنى من المنتخب الوطني المغربي وهذه نسطروا عليها بالاحمر ان المنتخب الوطني المغربي دابا في حاجه الى مدرب يكون كبير من الطينه ديال الكبار ديال الاسماء الكبار اللي يقدر يقود هاد التشكيله ولما لا الفوز بالالقاب. انا ربما على حسب
رايي ديالي الشخصي والمتواضع ان مدرب وليد الركراكي كيبقى محدود تكتيكيا. ربما هذه الاسماء هذه لما جاش واحد المدرب اللي هو كبير ويقول يقدر يوظفهم كاسماء ويقدر يخدم بهم، فربما ما غنشوفوش نتائج وما نتمناوش ذلك مع وليد الركراكي. اما بالنسبه للنقاط السلبيه اللي يمكن خرجنا بها من المباراه ديال انغولا، هي اولا البطء في التحضير، البطء في التحضير للهجمه فكان ضعيف كتير، رغم اننا كنبنيو الهجمه بسته اللاعبين، لان في الخطه ديال 4 2 3 1 فالجوج اللي كيكون سفيان امرابط في الارتكاز والناحي كمحور او بوكس تو بوكس، فكانوا كيرجعوا على المدافعين باش يبنيو الهجمه. ربما عبقار حتى هو من النقاط السلبيه في المباراه، لان عبقار صراحه ما عطاش ذاك المستوى اللي كنت كنتسنى وكنتمنى من عبقار، لان عبقار كيلعب بشكل رائع في الدوري الاسباني. ففي الماتش ديال انغولا ما كانش ذاك عبقار اللي كنا كنتسناو صراحه. من النقاط السلبيه ايضا هي اوناحي ما كانش ربما في القوه البدنيه، يعني ضعيف بدنيا، ربما ما وجدش ولا تراجع بدني بالنسبه لاوناحي، ولا البوست ديال اوناحي دابا مع التشكيل الجديد ولا مع الرسم التكتيكي الجديد ولا كيلقى مضايقه لا مع حكيم زياش ولا مع ابراهيم دياز، كيغطيو عليه وكيلعبوا ديك الادوار اللي كان كيلعب هو من قبل. اما بالنسبه للنقاط السلبيه الاخرى اللي هي كما هضرت عليها من قبل هي التسعود مازال عندنا فيها مشكل، مخا اشراك ديال الكعبي، لان الجمهور كامل كان كيطالب بالكعبي او اللي كيطالب اي تسعود واحد اخر غير النصيري، لان مع النصيري كما كنشوفوا دائما كينعق هجومي. هذا من جهه. من النقاط السلبيه الاخرى هي النجاعه الهجوميه، يعني عدم استغلال المهارات ديال اللاعبين والتوظيف ديالها على ارض الملعب. ثاني حاجه هي ضربات الاخطاء اللي مازال ما عندناش شي لاعب اللي منفذ ديال ضربات الاخطاء، يعني شي واحد اللي يكون سبيسيال يكون بوحده يجي ضربات الاخطاء اللي نعولوا عليه ضربات الاخطاء، لان كيما شفت المهارات ديال اللاعبين الحمد لله مع اوناحي حكيم زياش مع بن صغير مع ابراهيم دياز يوجدوا حلول مع المراوغه ديالهم، يقدروا يصيدوا على اخطاء كثيره، ولكن ملي كتجينا الاخطاء قريبه من المرمى ما كنعرفوش نستغلوها، دايروا نستغلوها يكون مفتاح الفوز في بعض المباريات. هذه من جهه. ندخلوا للتشكيل والرسم التكتيكي اللي يقدر يدخل به وليد الركراكي ان شاء الله في المباراه ديال موريتانيا. هذا كاحتمال بالنسبه للراي الشخصي، لان كما كتعرفوا المباريات الوديه كتكون يلا مباراه تحضيريه. انا كنظن خصو يخلي بعض اللاعبين اللي لعبوا لنا في انغولا في المباراه ديال انغولا ويطعمهم بلاعبين جداد اول حاجه، باش يحاول يقلب على ذاك الانسجام اللي مازال ما لقيناهش واللي مازال كنبحثوا عليه في مباريات اخرى، لان كيبقاو لاعبين وافدين جداد على التشكيل ديال المنتخب المغربي، وهذا هذا عادي، يعني خصنا نقلبوا على الانسجام مع اللاعبين مع توالي المباريات، ونزيدوا نقلبوا على بعض الخصائص المراكز اللي عندنا فيهم ضعف، نجربوا لاعبيه واحده اخرى جداد يقدروا يعطيو الحلول ويقدروا يبصموا على المشاركه ديالهم بقوه ان شاء الله الرحمن الرحيم في التشكيل ديال المنتخب الوطني المغربي، ولقاو داك التوليفه ولقاو داك الانسجام باش هكا المنتخب المغربي يمشي مزيان ويبقى يلعب على الاقل دائما اغلب المباريات ديالهم واحد 11 تكون مرسومه معروفه باينه، وعاد نقلبوا على الشونجمون يعني من الدكه من الدكه. بالنسبه للتشكيله اللي يقدر يدخل بها وليد الركراكي، مع انه تكلم على الحارس بزاف، كنظن انه غادي يقدر يعطي فرصه منير محمدي، وغيدخل المباراه في حراسه المرمى منير محمدي على الظهير الايمن اشرف حكيمي. بالنسبه لمركز قلب الدفاع الايمن غادي يدخل باجريد، بالنسبه لمركز قلب الدفاع الايسر غيدخل بشادي رياض، بالنسبه للظهير الايسر غادي يكون الخديم يوسف الخديم او يوسي، هذا الشاب الجديد من كاستيا لاعب الوفد على التشكيله الجديد ديال المنتخب المغربي. بالنسبه لخط الوسط كنظن انه في الارتكاز غيدخل بامرابط، بالنسبه للمحور او البوكس بو تو بوكس غادي يدخل هذه المره بريتشاردسون، وغادي يدخل بجنبو او كعشره ابراهيم دياز يعني صانع العاب. اما بالنسبه للجناح الايمن غادي يدخل بحكيم زياش، والجناح الايسر غادي يدخل بالياس بن صغير في راس حربه، كنظن انه غادي يوظف هذه المره وغادي يجرب سفيان رحيمي، كنظن سفيان رحيمي غادي يغطي على الضعف اللي كاين عندنا في التسعود وغادي يلعب في هذا البوست هذا، ولما لا تكون النتيجه افضل ان شاء الله. المهم الاخوان هذا كاقتراح شخصي بالنسبه للتشكيله اللي يقدر يدخل بها وليد الركراكي في المباراه ديال موريتانيا. نتوما خليوا لي الاراء ديالكم حول التشكيله اللي يقدر يدخل بها وليد الركراكي في التعليقات، كل واحد يخلي لي الاراء ديالو في التشكيل، يعني شنو هي التشكيله اللي تقدر تكون انسب باش يدخل بها وليد الركراكي في المباراه ديال موريتانيا. ما تنساوش دعمونا بلايك سبسكرايب جيم تشيري الفيديو مع الاصدقاء ديالك. تهلاو.